أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ألف لام ميم. تلك آيات الكتاب الحكيم. تلك آيات الكتاب الحكيم. تلك آيات الكتاب الحكيم. هدى ورحمة للمحسنين. ورحمة للمحسنين. هدى ورحمة للمحسنين. الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. بالآخرة هم يوقنون. وهم بالآخرة هم يوقنون. ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. وهم بالآخرة هم يوقنون. الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. بالآخرة هم يوقنون. بالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم. أولئك على هدى من ربهم. وأولئك هم المفلحون. وأولئك هم المفلحون. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزؤا. ويتخذها هزؤا. 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 ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزؤا. من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزؤا. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزؤا. أولئك لهم عذاب مهين. لهم عذاب مهين. أولئك لهم عذاب مهين. وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا. أذنيه وقرا. كأن في أذنيه وقرا. أذنيه وقرا. ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا. وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا. وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا. وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا. تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا. وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا. كأن في أذنيه وقرا. فبشره بعذاب أليم. بعذاب أليم. بعذاب أليم. فبشره بعذاب أليم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم. لهم جنات النعيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا. وهو العزيز الحكيم. وهو العزيز الحكيم. خلق السماوات بغير عمد ترونها. وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة.
أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله يا بني لا تشرك بالله وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم فوصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير لوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي إليه من أناب إلي من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله
مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله يأتي بها الله إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله أو في الأرض يأتي بها الله فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير لطيف خبير يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك على ما أصابك على ما أصابك وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك على ما أصابك يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور من عزم الأمور من عزم الأمور ولا تصاعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا في الأرض مرحا في الأرض مرحا للناس ولا تمشي في الأرض مرحا ولا تصاعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضب من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير إن أنكر الأصوات لصوت الحمير إن أنكر الأصوات لصوت الحمير ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة نعمة ظاهرة وباطنة وباطنه وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمة ظاهرة وباطنة ظاهرة وباطنة سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة نعمة ظاهرة وباطنة سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمة ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا عليه آباءنا
اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا 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 وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير 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 ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى بالعروة الوثقى وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى بالعروة الوثقى بالعروة الوثقى وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى بالعروة الوثقى ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى بالعروة الوثقى بالعروة الوثقى ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور عاقبة الأمور عاقبة الأمور ومن كفر فلا يحزنك كفره فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ إلى عذاب غليظ ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله والأرض ليقولن الله والأرض ليقولن الله ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون بل أكثرهم لا يعلمون بل أكثرهم لا يعلمون بل أكثرهم لا يعلمون لله ما في السماوات والأرض 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 إن الله هو الغني الحميد إن الله هو الغني الحميد ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله
أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة ولا بعثكم إلا كنفس واحدة ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير ذلك بأن الله هو الحق وأن ما تدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير ذلك بأن الله هو الحق وأن ما تدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور
قتير كفور وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور ختار كفور وما يجحد بآياتنا وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور ولا يغرنكم بالله الغرور فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير